واش خبركم بالزلاج دار على العدس؟ العدس واللوبيا في الجزائر في المسلسل. أين هو العدس؟ وراء اللوبيا وراء الحمص. مشكل العدس واللوبيا مشكل جزائري وأصبح مشكل دولي من بعد ما خرج به الرئيس الجزائري وقال كيفاه يخلق لي أزمانة في اللوبيا والروز والعدس. أو بن سديرة تيغوت وتيقول لك فين العدس وفين اللوبيا. بشوية بن سديرة، هو غادي يجاوبك عبد المجيد تبون وغادي يقول هذه مقصودة. والله العظيم أقسم بالله يا اللي حكمته إني ندم على النهار اللي زاد. شوف راح حلف بالله والله يمي على شي واحد كلا العدس ولا زاد في اللوبيا ولا زاد فيها. الناس كيقول لك سيدي راه غير العسكر والجيش الجزائري هو اللي تياكل اللوبيا والعدس. الشعب الجزائري مسكين مشكلته هو مشكل ديال اللوبيا. زعما ملي تحط السريدينات وتحط التشوي ديال الحوت وتحط معاهم شويه ديال العدس ما بقاتش. انا شادي في الجزائر ندير واحد التبصيل ديال اللوبيا ودير معاه سيدي شويه الشكارمبا ولا دير معاه الكرعين ولا هذه مسائل اكل مغربيه مشهوره. المغرب اولا ولا غالب الى الله وعاش المغرب ولا عاش من غيره. يعلم الله كم احبك يا وطني، يعلم الله كم ندافع عنك يا هذا الوطن. ماتنساش دير اعجاب، دير متابعه للقناه، لا تحرمنا من المتابعه الحساب وترك لنا اعجاب. التعليقات ديالكم قولوا لي كيجيكم كيجيكم عبد المجيد تبون وكيجيكم بسديره في التعليق. لا بركه الله نكملوا الفيديو. لا حمص لا عدس. بسديره طال عليه الدم وكاعي من زمان وهو تيقول لك عبد المجيد تبون المشكل ديال العدس في الجزائر مشكل كبيره والجزائريين الا ما لقاوش ياكلوا العدس هذا هو المشكل. عبد المجيد تبون ما تبقاش تدي العدس كامل تعطيه المرتزقات البوليساريو وما توكلش الجيش كامل الشعبي ديالكم الجزائري العدس وتخلي الشعب المسكين المغلوب على الامر وتخلي المضاربه بالعدس. اشكال ديال العدس واللوبيا والحمص اشكال كبير في الجزائر. حتى خرج عبد المجيد تبون في لقاء صحفي يقول بلسانه كيخرج بالعظم ديال اللسان ديالو ويتهم المغرب بمؤامره العدس. المغرب متهم في مؤامره العدس بالجزائر. تبون قالها عبر الوسائل الصحافه. ملي كان عبد المجيد تبون داير واحد اللايف على التيك توك ولا على الفيسبوك قالها. لا لا خطاب ديال عبد المجيد تبون، لا لقاء اعلامي ديال عبد المجيد تبون ساعتين وهو يهضر فيه. ما خلى فرنسا، ما خلى خدس، ما خلى لوبيا، ما خلى عافيه، ما خلى غابه مسكونه، ما خلى حتى حاجه. انت شي وحدين قالوا لك بان الغابه مسكونه فهمتها ان فيها الجن وفيها ما كاينش شي غابه في العالم لا يقطنها انسان. ما كاينش شي غابه في العالم ما فيهاش الطرق وما فيهاش البنايات وما فيهاش السكان، وما كاينش شي غابه في العالم كذلك ما فيهاش الكهرباء وما فيهاش. جميع الغابات وصلهم السكان، وصلهم اما رعاة اما قاطنين. هذه باش نجاوب شي كراغيله بني كرغول 10 بعقل، لان انتم كتبوا تفهموا حنا راه كنفهموا كثار منكم. لكن بغيتي تفهم راه عبد المجيد تبون قال بان الغابه مسكونه، مسكونه بالجن والعياذ بالله. لو كان ما مسكونه كاع ما يقول العدس مشكله واللوبيا مشكله وما يغوتش بالسديره ويقول لي راه مشكل ديال العدس مشكله. لو كان كانت الامور عندكم هانيه ومتقونه ومعقوله ما تدافعوش على ابو صنداله. حتى وزير الخارجيه ديال الميريكان جر العطف ودنيه شويه وقال لي خصكم تعترفوا بالصحراء المغربيه وديك المجموعه ديال البوليزاريو خصها تحيد لكم من تما التحيه. اصحاب ديك المجموعه ديال البوليزاريو ما كتهددش الجزائر، تهددوا الجزائر يوما ما. سينقلب السحر على الساحر، وهذا ما لا نتمناه، لان الشعب الجزائري مغلوب على الامر ديالو. والشعب الجزائري عنده جيش ضعيف، جيش ديال الجزائر ضعيف، وشفنا كيفاش الطوارق عطاو طريحه ديال العصا الجيش الشعبي الجزائري. انتم عارفين هذا الشيء، عارفين هذا الشيء الجزائريين وتتعرفوه وعارفينه، والكراغيله بني كرغول 10 بعقل عارفين هذا الشيء، والكراغيله وحكام الزريبه في الجزائر والحضيره هكا حالتكم. غتبقاو تعاونوا ديك المرتزقه ديال البوليزاريو وتخليو الشعب الجزائري بلا عدس بلا لوبيا، عيب وعار حشومه. ستسالون وتحاسبون يوم القيامه عن هذا، انكم تخليو الشعب الجزائري تحيدوا لشي وحدين اللي ما عندكم لا علاقه بهم لا والو، تجيبوهم تدعموهم وكتعطيوهم الماكله وتعطيوهم الاكل وتوكلوهم على اساس انهم دائما يضعون الحجر في طريق المملكه المغربيه، والمملكة المغربية ذاهبة في طريقها نحو التقدم والازدهار وتحت الرعاية السامية لجلالة الملك والرؤية السامية الملكية وجلالة الملك اللي ينصروا والعائلة الملكية والشعب المغربي كامل. بالمناسبة مغاربة العالم
نبغي نوصل لكم التحية بمناسبة اليوم الوطني المغربي لمغاربة العالم. أينما كنتم، كنتم داخل أو خارج الوطن، كنتم في العطلة ولا كنتم مسافرين، نتمنى لكم السلامة، نتمنى لكم الراحة، ونتمنى لكم الازدهار والرفاهية. مغاربة العالم نحييكم ونهنئكم بيومكم الوطني، ونهنئ الجميع، ونهنئ كذلك جلالة الملك نصره الله باليوم الوطني للمهاجر. أينما كنتم أصدقائي متابعي، هذا هشام خضري، هذه قناتي، خلي إعجاب، خلي اشتراك، خليتكم على خير. كل كي كيجيك تبون وكي كيجيك بنستيرة وكي كنجيك معاكم. Good night.